مشاهدينا الكرام، ارحب بحضراتكم في هذه التغطيه الاخباريه المستمره معكم على شاشه اكسترا نيوز لمتابعه التطورات في ملفات حياه كريمه وجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والبدايه من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. نبدا معكم بهذا الخبر. ويواصل التحالف الوطني للعمل الاهلي وحياه كريمه انشطتهما في او التي تجوب محافظات مصر المختلفه لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم النقدي للعديد من الأسر، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الخدمية المختلفة. ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس لعام 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمية، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها من أجل بناء الإنسان أهداف كبيرة وليست سهلة، والتحدي الأكبر ليس في إنجازها ولكن في إنجازها بأسرع وقت ممكن، كي يشعر بها المواطن المتعطش منذ سنوات طويلة لحياة كريمة تليق به وتليق بالجمهورية الجديدة، وسط قناعته بأن يكون للمجتمع المدني دورا فيها. لذلك كان من الضروري إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وهو أضخم تحالف يشهده العمل الاجتماعي في بلاده منذ سنوات طويلة لخدمة المواطن. هذا وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 11 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها لأكثر من 10,000 مستفيد. يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفء الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة المختلفة. هذا وتمثل منظمات المجتمع المدني أحد أهم دعائم التقدم في الدول، وفي هذا الإطار يأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي تم توقيع ميثاقه بوجود 24 كيان ممثلين عن الكيانات الأكبر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، وكذلك بعض الكيانات الخدمية. المزيد عن التحالف في سياق هذا العرض.
بدأت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ حملة مجتمعية موسعة لمساعدة الأشخاص ذوي الهمم، وذلك في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتوعيتهم بآليات استخراجها والفئات المعفاة من إجراء الكشف الطبي المميكن. كما تم تدشين وحدة للرصد المجتمعي داخل القرى التي تزورها قوافل ستر وعافية تحت مظلة التحالف لتنفيذ هذا الأمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم. جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته، فلم تعد فقط المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف والعمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل ما يطلبونه، وتحولت إلى ذراع رئيسي للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل على تنفيذ متطلبات مختلف المواطنين وما يواجهونه من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية. مواقف عديدة أظهرت الدور الكبير للمبادرة الرئاسية والتي أصبحت أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة لمساندة المواطن، وأصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية للمواطن، وهو ما أظهرته التحركات العديدة التي قامت بها حياة كريمة توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل الجمهورية الجديدة. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه التغطية. أشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.